كما ترأس وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته البلغارية ماريا جابرييل أعمال الدورة الأولى للجنة التعاون المشترك. أكد الجانبان خلال الاجتماع التزامهم الوثيق بتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون السياسي إلى مستوى أعلى، بما يعكس الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. كما أكد الطرفان اهتمامهما بدفع التعاون الثنائي في مجال الطاقة وتعزيز جميع الأنشطة المتعلقة بتنمية القطاع الخاص، لا سيما الأطر التنظيمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أنشطة الشركات الناشئة ذات المنفعة المتبادلة. واستعرض الوفد المصري الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الجيوستراتيجي على الممر التجاري والبحري الذي يربط بين شرق العالم وغربه. وتطرق الاجتماع أيضا إلى تطور التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تهيمن على الساحة الدولية الراهنة. كما وقع الجانبان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.